كام بطولة مع النادي الأهلي؟ كلاعب ولا مسؤول لا ولا الاثنين؟ كلاعب. كلاعب ب 14، كمسؤول حوالي 22. أغلى بطولة فيهم إيه؟ والله في كل ما اقول فيهم واحده احلى من الثانيه والتانيه احلى من الثانيه واقيم من الثانيه واكبر من الثانيه، لكن اللي فرحت بيها بجد يعني وقعدت مثلا ممكن يعني فتره من الزمن في مبسوط انتعاشه من كده. ده، اه طبعا يعني هو جول قفشه بالتاكيد ال 2020. احلى من لما انت كنت لاعب، احلى من لما انت اللي تساهم بقى في الملعب في بطولة. انا كان ليا دور جامد جدا في 2001، كان ليا دور في 2001 وخدت بطولتين في 2001 و2005 دوري ابطال. يمكن 2001 كان ليا دور مؤثر شويه يعني كويس تمام، لكن سعادتي في جول القفشه كانت اكتر. اشمعنى بقى؟ مش عارف يعني، حتى انا كان ليا جاريه بعد الماتش مباشره، جاريه لا اراديه يعني، انا مش عارف انا رايح مش فين، مفكر. انا مش عارف انا رايح فين يعني. يعني بعد الماتش ما خلص، بعد مصطفى غربال ما صفر على طول، كان حكم اللقاء الجزائري، يعني السبرنت اللي انا خدته اساسا في نص الملعب انا مش عارف رايح فين، انا باجي في الملعب يعني. في واحده من الفرحه كبيره قوي لان احداثها كبيره جدا. هو سعادتك بتيجي وفرحتك بتيجي منين؟ لما بيبقى في خبر او في حاجه منتظراها، صعوبتها صعوبتها اكيد والحاجات بالتاكيد الازمات بتبقى اللي بتسبقها هي اللي تمام، بتخلي طعم بتخلي الفرحه في الموضوع الاخر. بيصعب 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 بيصعب، وبعدين بتلاقي نفسك بتتميزي فيه وبتنجحي فيه بشكل كبير قوي، فالسعاده بتيجي من هنا يعني.